يا الله يا رحمن يا رحيم ده نوع من الوسيلة عملي الصالح. أنا صليت صبح ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا آمنا واتبعنا النبي فاكتبنا مع الشاهدين. ثالث نوع من الوسيلة التوسل بالرجل الصالح أن يكون على قيد الحياة ويعلق قلب الله على قيد الحياة كإخوة يوسف حينما قالوا ليعقوب يا أبانا استغفر لنا، هذه الوسيلة. أما حب لعلي عليه السلام أو للحسن أو للحسين أو للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني وإذا سألك عبادي عني فإني كريم، كل آية في القرآن الكريم يسأل، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن كذا قل، إلا آية واحدة وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل ولكن قال فإني قريب، لأن الله لا يحتاج إلى وسيط بيني وبينه. الله سبحانه وتعالى لماذا منتجع الأديسين؟ نعم صانع الكهرباء لماذا منتجع الأديسين؟ هذه الوسائل الدنيوية. نعم. ولماذا تذهب إلى الطبيب أيضا؟ صحيح. نعم. لماذا منتجع الأديسين؟ نعم بعمله في يتدم به عالم كثير تماما لا ما شكيت له مكان له مكان من؟ أديسين إديسون؟ أي أديسون الرجل صنع الكهرباء يقول كافر نعم فهو مؤمن نعم كافر رجل نعم لكن ليش مؤمن؟ له عمل مقيم عليه نعم من بعيد المثل عن هذا نعم فرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا أتيت إليك بالقرآن أتمنى أن تأتيني بالقرآن يعني ماكو آيات تقول تستغفر لهم الألماني حافظ هذا نعم نعم ماكو آيات ولو أنهم اضطرموا أنفسهم جاءوك أليس كذلك؟ جاءوك هذه كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم النبي أيوه كانت في حياة النبي جاءوك ما قال ولا تحسب الذين قتلوا نحن نستفاد من بعض على فكرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء فيه أتم الآية عند ربهم هل يجوز للشهيد الآن أن لا تتزوج زوجته ونقول لأنه حي حي عند ربه يرزقون لا يرزقون فهم عند الله يرزقون فلا نطلب منهم لأنهم يرزقون مثلنا ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون سؤال عندي بس سؤال حديث الكفاء أرد عليه نحن هذا جاء هذا حديث نص قرآني نعم حديث الكفاء نص قرآني بعد ما في جدال حديث الكفاء ما في شيء نعم ما له حديث الكفاء النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من آل بيت رسول نعم فاطمة والحسن وعلي ما داخلين ما داخلين يوم لبيتهم لكن احنا هذا الحديث في نص قراني والنص القراني لا جاء ما يريد الله هل هم كانوا مطهرين قبل الايه؟ ثانيا الله سبحانه وتعالى هذه الايه نزلت في نساء التبريك التبريك مطهرين قبل الايه لا هم ما كانوا معصومين ما لو قلنا ان التطهير اي العصمه نعم لو كان علي رضي الله عنه معصوما علي بايع الحسن تنازل الحسين قاتل الثلاثة فعلوا أفعال يعني هذا الثلاث هذا بايع الثاني تنازل الثالث قاتل لماذا تنازل الثاني؟ نعم لماذا؟ تنازل من أجل إصلاح بين المسلمين لا كل لكن صدق أنا ليس بمسلم إذن الحسن ليس معصوما كيف يتنازل لكافر يعني لو كل أم خميني أوباما دي الآن وقال له تنازل لي عن إيران من أجل أن نصلح بيننا فيتنازل خميني ويقول له تعالى والله لقتلوا الإيران يعني بعض الروايات معاوية رضي الله عنه كتب وحي النبي هذه ما خالفة لا 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 آية التطهير نزلت في علي والحسن والحسين بدليل الله يقول وقرن في بيوتكن يا علي ولا تبرجن تبرج الجاهلية يا حسن ويا حسين وأقمنا يعني الصلاة يا علي وأطعنا الصلاة يا حسين وقرنا يبقى الآية مال يخاطب لا يخاطب النساء إذا يبقى الآية نزلت في نساء النبي ليس في علي والحسن والحسين للمؤمنات مو بس الآية نزلت وقرنا إذا في علي والحسن يعني ما قالت الروايات عند إخواني آية التطهير تبدأ بداية آية التطهير بتبدأ بماذا؟ تبدأ بماذا يا مولانا؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا أحسن وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله هذه الآية للنساء نعم بما الله شكرا شكرا استفدنا ولاية علي حصتي فمن دخل حصتي أمل عذابي أنا؟